تنويه هام. في البرنامج ده بنتكلم عن قصص وحكايات من الحياة العملية، وبنكشف تحديات وكذبات بعضنا بيكتبها. زي العادة بنسخر من عيوبنا عشان نتغير. احنا ما نقصدكش انت، ايوه انت اللي هتقول ازاي بتقوله عليا كده. لا انت جميل، انت بتعمل شغل عالي. في فن التبرير احنا شاطرين قوي وبنقول ثلاث كلمات: محدش علمني، ما عنديش وقت، محدش قال لي. والثلاث كلمات دول بنقولهم علشان نبرر نفسنا نقص مهارة او اننا ما تعلمناش حاجة معينة كويس وبالتالي ما بنعملهاش كويس. تخيل بقى ان مفيش حاجة من دول تنفع، لانه في بعض التجارب عملوا كده، جابوا سماعة طبية ومحتوى علمي وشخص في سابع نومة وخلوه يسمع المحتوى ده. المفاجأة بقى انه بعد ما صحي من النوم لقوا انه هو يعرف جزء كبير من المحتوى وتعلمه فعلا حتى وهو نايم. يعني حتى الحجة بتاعت مفيش وقت غالبا مش هتنفع المرة. مرحب في شغل عالي. قبل ما نبدأ نتكلم النهاردة عن فكرة هي الأهم تقريبا على مدار حياتنا، مش بس العملية لكن كمان العلمية، الفكرة اللي هارونا بيها نصايح، وهي إنك اتعلم كويس يا ابني. الكلمتين اللي هتقراهم دلوقتي هينفعوك بعدين، لكن لما كبرنا اتصدمنا بواقع تاني. وانا عشان كده على طول عايز أسألكم، كم مرة حد قال لنا أنت لازم تاخد شهادة عشان تحصن بيها نفسك؟ صح؟ خدتوا الشهادات؟ مبسوطين؟ لا ليه؟ ما لازم نبقى مبسوطين بالشهادة. بس أنا سؤالي بجد، هل الشهادة لوحدها كانت كفاية إنك تدخل في سوق العمل؟ حد حصل مع التجربة دي إنه لما راح يشتغل قالوا له شهادتك ما تعملش حاجة؟ اسمي خالد سالم، معايا معهد مساحة 4 سنين. تمام. رحت اشتغل بالشهادة ولا أي شغل، ما لقيتش الشهادة الشغل. ملهاش اي لازمه. لا هي ليها لازمه، بس انت مش لاقي مجالك. 4 سنين ضاعوا على الفاضي. ماشي، موافقين على الكلام ده. هي الشهاده، ما فيش شهاده في الدنيا ملهاش لازمه. هي ليها لازمه بس غالبا فرصها قليله، فانا بضطر اعمل ايه؟ اشتغل بحاجه غير شهادتي، مش كده؟ فاحنا بقى في حاجه مهمه جدا كان لازم حد ينبهنا ليها من زمان، ان يقولوا لنا ايه هي المهارات الاساسيه اللي انا محتاج تكون عندي في الحياه، عشان لو شهادتي ما نفعتش يبقى عندي شويه مهارات ثانيه تساعدني في حياتي. حاجتين بس اتعلمهم وبعد كده اتعلم اي حاجة تانية: اتعلم لغات واتعلم كمبيوتر. ولما نتكلم عن اللغات هحكي لك الحكاية من اول بداية الخليقة. من بداية الخليقة الناس بتدور على طريقة للتواصل. من بداية الخليقة واللغة هي الحاجة الاولى اللي بنتعامل بيها مع بعض، واللي اتبنت على اساسها كل الحضارات، لحد طبعا ما انتوا عارفين القصة الشهيرة اننا وصلنا للغات مختلفة بنتواصل بيها مع بعض. لكن احنا لازم ما نهربش من الحقيقة ان اللغة هي الطريقة الاولى للتواصل. فتخيل كده انه في حد عايز يروح يدخل في العالم الكبير ده ويدخل في الحضارة الكبيرة دي وهو ما عندوش لغات ولا حتى اللغة الاولانية. خليني اقول لكم انه في بعض الاختبارات كده بعض الناس لحد النهاردة وهم مخلصين شهادات جامعية مش بيعرفوا يكتبوا عربي كويس. حصل ولا لا؟ موجودة؟ ده أنا ممكن أعمل لك امتحان دلوقتي وأقول لك إنها موجودة هنا في الاستوديو. في ناس مننا لحد النهاردة حتى بعد ما خلصت تعليمها ما بتعرفش تكتب عربي كويس، وما بتعرفش تتكلم لغة عربية سليمة اللي هي لغتك الأم. عند مجتمعات كده هيقول لك انه انا مش بستخدم العربي في حاجه، فانا بتكلم انجليش كويس جدا. اي شخص يقول لك كده اعرف انه ناقص معرفه، لانه اتقان اللغه الام هي الشرط الاساسي لانك تعرف تتواصل مع العالم الخارجي. وهقول لك ليه. لو مش بتقن لغتي الام فانا فاكر نفسي ان انا بلغتي الثانيه دي هكسر الدنيا. لغتي التانية عند الناس التانيين اللي بيتكلموها، يعني لغتي التانية الإنجليزي مثلا عند الأمريكان أنا بالنسبة لهم أكيد أضعف شوية.
فالطريقة أو الفايدة أو الميزة النسبية اللي عندي إن أنا أكون بعرف عربي كويس وبعرف لغة تانية كويس. إنجليزي وفرنساوي وألماني، أي لغة تتقنها هي إضافة حقيقية لشخصيتك. البشر ما وقفوش عند حتة إن أنا عندي لغة واحدة، إحنا فضلنا ندور على طرق نستخدم بيها اللغة، فضلنا ندور على روابط اقتصادية وثقافية واجتماعية وحاجات كتيرة جدا بنشترك فيها. فبقى في مصطلح بقى مهم غير اللغة الأم اسمه اللغة التانية. كل واحد فينا مهم إنه جنب لغته الأم يبقى بيعرف لغة تانية، مش تناكة صدقوني، ولا مطلوب ولا دي رفاهية، ولا الناس اللي بيشتغلوا بس في الحاجات الصعبة والمعقدة هما اللي بيتقنوها. اللغة التانية الهدف منها إننا نقرب من بعض، أو أي حد فينا عايز يوسع دايرة شغله واهتماماته لازم يكون عنده مبادئ على الأقل من لغة تانية. الإنجليش مثلا أو اللغة الإنجليزية، تخيلوا بقى أنها اللغة الأم لأكثر من 375 مليون شخص حول العالم، وهي طبعا معناها كده أنه في 375 منتج ثقافي وحضاري وحاجة ومعلومة ممكن أعرفها لو بس عندي لغة إنجليزية. عشان كده لو ما عنديش اللغة دي أبقى في مشكلة. اللغة الإنجليزية كمان هي اللغة التانية لما يقرب من مليار شخص حول العالم اللي هم لغتهم الأولى مثلاً الصيني. المليار شخص دول أجمعوا أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المشتركة، وبالتالي بقت هي اللغة العالمية لكل الأبحاث العلمية، المراسلات، المكاتبات، يعني أياً كانت وظيفتك أو مهنتك، في حاجة جديدة حصلت النهاردة في العالم مكتوبة باللغة الإنجليزية، وفي حاجة جديدة حصلت النهاردة في العالم لو أنت ما تعرفش تتكلم إنجليش أو عندك مبادئ من اللغة دي هتفوتك. بعض الناس كانوا بيتكلموا عن إتقان اللغات على أنه رفاهية أو حظ كويس. مش كل الناس اتولدوا دخلوا مدارس لغات أو مدارس دولية، لكن معظم الناس اللي اتطوروا تطور ملحوظ في شغلهم علموا نفسهم لغات، أو تحديداً اللغة الإنجليزية، عشان يقدروا يوصلوا لحاجات أبعد شوية من شغلهم. المنافسة في العالم ما بقتش على مستوى المكان، البلد، المحافظة. زمان كان أقصى طموح الواحد إن هو يشتغل في بلده شغلانة كويسة، لكن دلوقتي من وانت في بلدك تقدر تشتغل في بلد تانية شغلانة كويسة. من وانت في بلدك ينفع يجيلك فرص أفضل لو بس أتقنت لغة تانية. واللي كنا بنقوله إنه رأس المال البشري هو البشر، لكن رأس المال الحقيقي للبشر هو عدد المهارات اللي هم بيتقنوها. بعضنا طبعا هيقول ان انا عندي مشاكل كتير جدا هي السبب في اني ما اتعلمش لغة تانية، او ما عرفتش، او ما علمونيش، واحنا اتفقنا انه لحد سن 18 سنة ينفع اقول ان العالم مسؤول عن اي حاجة وحشة بتحصل لي. من بعد ما يبقى عندي 18 سنة ما ينفعش حد تاني يبقى مسؤول عن اي حاجة بتحصل لي، لان انا عندي جزء من المسؤولية. التنافس النهاردة بقى عالمي. عالمي يعني أي حد فينا وهو جوه بلده هو بتتقاس مهاراته، وينفع جداً يا إما ياخد فرصة يا إما تفوته فرصة بسبب عدد المهارات. والحكاية مش صعبة قوي زي ما احنا متخيلين، لأنه إتقان اللغات ممكن في أي سن وبأي طريقة. احنا في بداية الحلقة كنا بنتكلم ونقول إنه تجارب قالت إنه حتى لو ما عنديش وقت، لو مش بلحق، لو مش قادر، في ناس عملت تجارب على إنها تتعلم وهي نايمة، فأنا أقدر أتعلم وأطور من لغتي الأم أولاً، وأطور من اللغة التانية اللي أنا بأتقنها ثانياً في أي وقت وتحت أي ظروف. حد ينفع يقول لي أفكار؟ حد جرب يعمل كده حسن أدائه في اللغة بتاعته ونفعت معاه؟ هتساعدوني بأفكار؟ نعملها إزاي؟ حضرتك دلوقتي يا دكتور، التكنولوجيا ما خلتش حاجة دلوقتي مستعصية علينا. بحس ان دلوقتي لو انا مثلا مش قادر ان انا اروح كورس او ان انا احضر كورس اونلاين بسبب مثلا تكلفه ماليه او مثلا شغالي مثلا في شغل او اي حاجه، حلو، فانا اقدر انزل اي ابلكيشن من الابلكيشنز الموجوده بدون ذكر اسماء. لا اذكر اسماء. يعني مثلا في اللي هو امريكانز ده، برافو، ده ممتاز جدا. في كده برضه ابلكيشن دولينجو. ايوه جربت دولينجو، ده جميل، ممتاز جدا، لعبتي المفضله. هو فعلا يعني مسلي جدا، على فكره عباره عن لعبه بس بنمي بيها مهارتي في اللغه. حلو، سواء ان انا بسجل او بكتب سواء بالعربي او بالانجليش واي لغه تانية برضو. انت بتعمل كده يا عبد الرحمن؟ عشان اكون صريح، قعدت فتره بعمل كده، بس انشغلت بقى في الشغل، يعني ايه، شغل ودراسه مع بعض، فكان غصب عني ان انا مش لاقي وقت ان انا امسك التليفون حتى. حلو قوي، بس يعني انا عايزه احييك، بس عايزه ما تقولش غصب عني ومش لاقي وقت.
اتفقنا؟ ما هو ده يعني المبرر هنعمل. لا ده مبرر ايوه لسه بنتكلم عليه. اوكي؟ حد جرب يعلم نفسه بنفسه، انا مش بتكلم على اللي طلع لقى نفسه في مدرسه لغات ولا حد من عيلته من سويسرا. انا بتكلم على شخص عادي اتعلم تعليم عادي تمام، بس انا ساعدت نفسي. اتفضلي انت. وانا بصراحه كنت هرجع لنقطه تانية يعني كنت عايزه ارد على الناس اللي بتقول ان الدراسه ملهاش اهميه او ملهاش دور. انا بحس الفكره كلها ان الدراسه دي زي الطبق الرئيسي، لما بروح مطعم واطلب طبق بحس الدراسه هي الطبق الرئيسي، والكورسات والمهارات وايا كان ايه هي، مش هقول كورسات لان الموضوع بقى ابسط من كده بكتير. انا على النت بعرف يعني اجيب حاجات كتير قوي من غير ما اروح مشوار او ادفع مصاريف فلوس كتير في كورس. فالطباق الجانبيه دي هي اللي بتكمل الوجبه وبتخليني ابقى مبسوطه بعد ما اكلها كلها كده ومعاها المشروب مع كل حاجه، بحس ان انا خدت حاجه كامله متكامله هتفتح لي طريق يعني. حلو قوي التشبيه بتاعك، لكن اسمحي لي كمان اقول ان هي حتى المهارات الجانبيه دي جزء من العناصر الغذائيه الاساسيه، يعني حطيها جوه الطبق الرئيسي. ما هي اساسيه وانا مش هقدر اكل طبق واحد بس من غير ما استمتع بالباقي. شكرا. حلو قوي. حد جرب يعلم نفسه بنفسه؟ قصه نجاح كده، اكرموني بقصه نجاح تفرحني. هاني معاك يا دكتور. تمام. انا نميت نفسي ازاي ولسه بنمي نفسي يعني اكتر، يعني كتر الفرجه على الافلام الاجنبي عموما المترجمه او الاغاني الانجليش لما بتكون مترجمه ده اسرع تنميه صح من ان انت تبرزي على الابلكيشن او ايا كان، لان كده كده انت اصلا لما بيتكلم قدامك وفي ترجمه بس تكون ترجمه صحيحه طبعا، لان في اوقات بتبقى الترجمه مش صح. ده بينميكي اعلى واسرع. موافقه جدا على كلام هاني، ودي واحده من طرق تعلم لغه ثانيه اني اتفرج على حاجات باللغه اللي انا عايزه اتعلمها. شكرا يا هاني. ضيف عبد الرحمن فضل. في طريقه كده كان والدي قال لي عليها، لان والدي ما شاء الله بيتكلم انجليش كويس جدا، ان انا واهلي في البيت او احنا كلنا نقعد يعني نقعد نتكلم مع بعض باللغه الانجليزي يعني الممارسه عشان نمارس، وهي دي برضو بتبقى افضل طريقه ان احنا نتعلم. حلو قوي. الممارسه طبعا دي حاجه كويسه، بس احنا نتفق ان احنا دلوقتي هنتكلم لمده ساعه مثلا بالانجليش لو احنا كلنا بنشجع بعض، لكن بلاش الممارسه بتاعت العيش شوزه وحطي الشراب تحت، عارفين الحاجات الغريبه دي اللي هو عربي على انجلش بس بيسيحوا على بعض بيبقوا ملزقين كده، عارفينهم؟ دي اللي هي اللي احنا سميناها الفرانكو اراب، ودي لغه انا بتهيألي غلط، مفيش حد في الدنيا بيعمل لغته عباره عن خلطبيطه كده زي اللي احنا بنعمله. بعض الامهات كمان بيقعوا في الغلطه دي انه يكلم ولاده ادي لطنط كيس، ما تديها بوسه عادي مفيش اي مشاكل. فاحنا ساعات كده بنحاول نعمل نفسنا عندنا لغات. وبالمناسبه من اكتر الحاجات السيئه في اللي لسه بيتعلم لغه جديده انه يفتكر ان انا لما اقول جملتين كده بلغه اجنبيه في غير سياقهم ابقى انا كده حد جامد. احنا بنتعلم اللغات عشان نستخدمها مش عشان نستعرض بيها او نوري حد ان احنا شاطرين وجامدين في حاجه. ازاي اتعلم لغات من كلام العظيم اللي سمعناه النهارده؟ هم في شويه خطوات كده معروفه كل الناس تقريبا عارفاهم بس احنا بنكسل او ما بنحبش نعملهم. بيقولوا انه 15 دقيقه من التعلم كل يوم لمده 6 شهور ممكن تخليك تبتدي تتكلم لغه جديده عمرك ما اتكلمتها قبل كده. مشاهدة محتوى باللغة اللي انت عايز تتكلمها، لو عايز تتكلم فرنساوي اتفرج على حاجات وافلام فرنساوي، لو عايز تتكلم انجليزي اتفرج على حاجات انجليزي. والقراية، القراية بطبيعة الحال هي من اجمل المتع في الدنيا، بس اقرا باللغة اللي انت عايز تتعلمها حتى لو مش فاهم كل الكلام. واخيرا استخدام تطبيقات والعاب تعليمية عشان ما تتحولش رحلة التعلم دي لحاجة مملة ولا هي فرض واجب، في حاجات لعبة فعلا العاب. والحاجة الأخيرة اللي كل الناس اللي بطلوا واللي ابتدوا وبعدين وقفوا كانت بسبب إنه لما ابتدى يتكلم باللغة التانية كان النطق بتاعه مش تمام قوي يعني، فالناس ضحكت واتريقت عليه. حد يضحك عليك وانت بتتعلم يبقى هو اللي عنده مشكلة مش انت. فمن أهم الحاجات اللي بنخلي بالنا منها وإحنا بنتعلم لغة جديدة، يعني مش مهم قوي أبقى بنطق زي أهل البلد الأصليين، لكن مهم جدا أني ببقى أقرب حاجة للنطق الصحيح للكلمة، ودي حاجة اسمها علم الصوتيات، يعني أسمع ناس بيتكلموا باللغة دي. خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عالي. شغل عالي شغل عالي. أول ما حد بيسمع كلمة تعليم بيفتكر على طول الكتب والواجب والامتحانات، ذكريات مش شرط تكون سعيدة لكل الناس.
أكيد إن التعليم مهم وبيفتح فرص كتيرة للناس إنها تحقق أحلامها، بس المؤكد إن التعلم مش مرتبط بسن ولا مكان، أي حد ممكن يتعلم ويحسن ظروفه. وأقرب مثال على ده قصة الأمريكي الكفيف دانيال كاش، اللي قدر يعلم نفسه طريقة غريبة شوية علشان يرسم صورة ذهنية للمكان اللي حواليه اعتمادا على الصوت والصدى. دانيال أو الرجل الوطواط زي ما بيسموه، اشتغل على نفسه كتير علشان يستفيد من كل حواسه في انه يتعرف بسرعة على المكان المحيط بيه حتى لو بيزوره لأول مرة. زي ناس كتير عانى دانيال في طفولته من ضعف شديد في النظر وما تعالجش، وفقد بصره وهو عنده 13 سنة، ومع الوقت لقى نفسه محبوس جوا مساحة معينة من الخطوات، وأي تحرك يمين أو شمال لازم يعمل حادثة، يوقع حاجة، يخبط في حاجة، أو هو حتى نفسه يتكعبل. العادي هنا إننا نقول ده طبيعي، ما هو مش بيشوف، لكن هو مرضيش بده. That is applicable to everyone. دانيال اعتمد انه لو اصدر صوت طرقع بلسانه هيقدر من صدى الصوت انه يرسم صورة ذهنية للمكان، بحيث يعرف ان هنا في حيطة او حاجة ما يخبطش فيها، فبالتالي يمشي بمنتهى السلاسة. وبالتدريب بقى ممكن ما تاخدش بالك انه بيعمل اي شيء غريب الا صوت الطرقع. اللي تعلمه دانيال ما كانش رسم على المية ولا تعليم في الكبر، ولكن حياة جديدة رسمها لنفسه، وثقة في قدراته وعقله انه قادر يتصرف لوحده ويحل مشاكله بنفسه. طبعا لما بنسمع القصص اللي فيها ناس تحدد ظروف أصعب من ظروفنا 100 مرة، وعلمت نفسها مهارات جديدة، وتحدد كل الصعوبات اللي أنا شخصيا بتلكك بيها لحد النهاردة، ببقى عندي أسئلة كتير عن اللي ممكن أعمله، وبصراحة بتشجع أكتر. هاخدكم دلوقتي نروح نتكلم مع حد من كبراء مهنة أو الاهتمام بتطوير التعليم في مصر، واحد من كبارات الشغلانة. دكتور حسام بدراوي، يتبادر اسمه إلى ذهنك فور حديثك عن التعليم كقيمة وليس كوظيفة أو مهنة. هو الأستاذ الجامعي والطبيب والسياسي ورجل الأعمال والفنان التشكيلي والكاتب المنتظم، لكنه قبل كل ذلك كرس جل مسيرة حياته للتعليم. اهتم بالتعلم الشخصي، ثم نقل الخبرات والتدريس، ثم وضع فلسفات وطرق التعلم وتطوير المنظومة التعليمية، وعمل وحقق على الأرض الجزء الأكبر مما تمنى أن يراه واقعاً. ورغم زخم المسيرة وتنوعها وثراء التجربة، تلقاه فتجده مملوء بالأحلام والخطط والحب الخالص لهذا الوطن وشبابه. إنه دكتور حسام بدراوي. دكتور حسام، اولا شكرا على استضافتك لينا في المكان العظيم اللي كنا نحب نشوفه بصراحه. يعني دايما لما بنعجب بشخص بنبقى عايزين نعرف فين مكانه او فين الصومعه اللي بتخرج منها كل الافكار دي. فالاول شكرا على الدعوه الجميله. شكرا لك، وسعيد بالمجال المحترف اللي أنا شفته في الإعداد لهذه الجلسة. بشكرك يا دكتور. حضرتك من الناس مش بس المشتغلين أو مهتمين ومهمومين بالتعليم، لكن كمان اللي حققوا إسهامات أقدر أقول عليها ليها رؤية في المجال اللي هم مشغولين ومهمومين به طول الوقت. بداية ينفع نسأل كده أو نحكي شوية فيما قبل ذلك، يعني بداية حضرتك دراسة الطب ثم السفر عشان الماجستير، كانت الرؤية الطب والاهتمام بيه بس وتغيرت، ولا كانت الرؤية من الأول أننا نبقى مهتمين بالمجال العام؟ طول عمري من وأنا في المدرسة والجامعة كنت مهتم بالعمل العام، وبعدين الطب مهنة
عظيمة جدا، لأن هي فيها الجانب الأكاديمي والجانب المهني والجانب الإنساني. والجانب الإنساني عميق ومهم. أنا درس الدكتوراه بتاعتي كانت على حاجة اسمها الميكروسكوب الماسح الإلكتروني، وده كان أول ظهور للسكانينج إلكترون ميكروسكوبي في تاريخ العلم. هتقولي لي ايه يعني ايه؟ الميكروسكوب دي بتقطعي شريحه رفيعه جدا وتحطي نور تحتيها وتكبريها. سكانينج الكترون مايكروسكوبي ده بيشوف حاجه 3 دايمنشن، ثلاث ابعاد. كانت سنه كام يا دكتور؟ 1979. ده بدري. وين ستيت يونيفرسيتي في ديترويت. لما تشوفي صور بتاعته، انا كنت دراستي كانت على الجدار المبطن للرحم، لان انا جينيكولوجي، انا دكتور امراض نساء. الناس كانت اول ما تشوفها تقول ايه ده تحت البحر، هو ده ايه في الفضاء؟ يعني ما كانش لسه العلم شاف التيشوز او انسجه الجسم بثلاثيه الابعاد مكبره 200,000 مره و 300,000 مره. وده دخلني في اطار اخر بقى، هو التعليم. الجامعة بعتتني دراسة في بوسطن يونيفرسيتي لدراسة كيفية وضع البرامج التعليمية وأساليب التدريس. نقدر نقول إن دي كانت البداية. شبكت بقى ما بين الممارسة المهنية والتعليم. إلى أي مدى حضرتك شفت على مدار مسيرتك اللي كتير، ما يعني سواء في مواقع كتيرة، سواء كأستاذ في الجامعة، كشخصية عامة، كعضو مجلس النواب في فترة خطيرة من الفترات من 2000-2005 حضرتك قلت لي، وكرئيس لجنة التعليم، كل الخبرات وما بعدها بقى من المؤسسات والعمل المدني، كل الفترة دي تقدر حضرتك تقول لنا، ما عرفش ده يلخص في إجابة واحدة ولا لأ، يعني إنه قد ايه احنا قريبين من اننا نوصل للشكل اللي بنتمناه؟ يعني اذا سمحت لي وقلت ان انا اوصف مسيره الدكتور حسام بدراوي مرتبطه على طول عندنا بالتعليم، قربنا يا دكتور ولا لسه بعيد؟ انا رجل متفائل بطبعي، ومن قراءتي لواحد من اكثر الناس اللي اثروا في حياتي وهو الامام علي بن ابي طالب، كان يقول ايه؟ يرتفع الناس لمستوى ظن الاخرين بهم. يلا فانت لما بتظني في اولادك وفي تلامذتك وفي المجتمع افضل خير. يرتفعوا الى مستوى ظنك بهم، غير لما تقطميهم وتكسريهم وتنتقديهم سلبا. ففكره النظر الى المستقبل بامل دي يعني حلوه داخله في حياتي. اتنين، ان احنا عندنا تحدي رئيسي وهو عدم استدامه تطبيق كل ما نتفق عليه من تنمية. في إطار، أنا هكلمك في إطار التعليم وإطار الرعاية الصحية وإطار الاقتصاد وكل الأطر، هتلاقينا بنمشي من ألف إلى ب ونرجع من ب إلى ألف. بالنسبة للتعليم بقى قصة اختلفت، لأن التعليم ما فيش فيه تغييرات تتم فجأة ولا في طفرات. التعليم طبيعته إنه هادئ في دورة وتخلص ويجي بقى. وإذا لم يستدام السياسة ما تشوفيش أثر. الأثر بيختفي. وفي حاجات إحنا مفروض ناخدها من غيرنا. هو إحنا اللي بنخترع العلوم وإحنا اللي بنخترع التكنولوجيا؟ لا، غالبا بس على ناخد ما يفعله الآخر ونطبقه. أعظم التجارب التعليمية. إحنا فين بقى في اللغة العربية وفي التاريخ ده قصة أخرى يعني. لا بس لأنك حضرتك ذكرت تجارب البلاد الأخرى، إيه أعظم التجارب التعليمية اللي حضرتك تشوف أنها قريبة لطبيعتنا السكانية والتحديات؟ التعليم يتعدى الحدود، ولا يوجد في حاجة اسمها تعليم مصري وتعليم أجنبي وتعليم التعليم هو التعليم، قواعده واحدة، أصوله واحدة، طريقة التدريس وطرق الاختبارات عالمية. انت ليكي خصوصية في شيء واحد، في لغتك وفي تاريخك فقط. اتنين، كل التعليم في كل حتة في العالم معني ببناء الشخصية. اهلا وسهلا انك تطلعي دكتور رائع ومهندس عبقري لكنه داعشي الفكر مثلا، لا يقبل الاختلاف، ما يفهمش التعددية، المعايشة داخل المدرسة
وده ما بي والجامعه وده لا يتم من غير رياضه وما يتمش من غير فن ومن غير ما يتمش من غير ممارسه وما يتمش من غير استاذ نموذجي يقدر يتفهم ذلك سواء على مستوى المدرسه او على مستوى الجامعه. عايز اسال حضرتك في حكمه بس اقولها لك، لا يرتفع مستوى تعليم في اي امه فوق مستوى معلميها. كتير احنا في البرنامج نتكلم عن فكره انه مسؤوليه الشخصيه في تطوير وتنميه الذات، فبالتاكيد التعليم له مراحل كتير واشكال كتير، لكن اللي احنا معنيين بيه المدرس اللي حضرتك بتتكلم عنه، نلاقي فين الشخصيه دي اذا كان هو برضو منتج النظام التعليمي اللي احنا لسه ما وصلناش فيه لافضل ما ده غير حقيقي. تصوري بقى اوكي والمدرس ده طالع منين؟ مش طالع من كليه التعليم اللي احنا بنسميها في مصر كليات التربيه؟ كليات التربيه دي بتخرج كام واحد؟ بتخرج 70-80 ألف واحد كل سنه. مده زمن الدراسه فيها ايه؟ من 3-4 سنين. يعني انت في 3-4 سنين تقدري تخلي المنتج ده يتناسب مع احلامك. اتنين، انا في اطار عملي العام مع مؤسسه اسمها التعليم اولا بندرب المدرسين في المدارس الرسميه للغات. اغلب المدرسين قابلين للتدريب، هم محتاجين انك تنظري اليهم وتطوري قدراتهم في التعامل. نمرة ثلاثة، في إحصائيات معروفة عدد المدرسين لعدد الإداريين في وزارات التعليم في العالم، إحنا عندنا نسبة مقلوبة. الإداريين أكتر من المدرسين، أو المدرسين اللي شاطرين نقلبهم إداريين، والمدرسين المتخرجين ما نعينهمش في المدارس العامة. تركيبة كده محتاجة شغل يعني. لكن اللي أنا عايز أقوله، هل الفرصة متاحة؟ أيوة. هل الفرصة ضاعت؟ لا. هل الشباب عنده استعداد لأنه يملأ هذا الفراغ بجدية؟ أيوة. أمال فين المشكلة؟ المشكلة هي عدم استدامة التطبيق. نمرة اتنين، أن الناس فاكرة أن التعليم منهج وكتاب. التعليم إدارة. إدارة ومنظومة زي ما حضرتك. إدارة التعليم زيها بالظبط وفي نفس أهمية المنهج والكتاب، والأهم منهم المعايشة داخل المؤسسة التعليمية اللي محتاجة المدرس والأستاذ. استراتيجية 2030 تضمن أننا إذا التزمنا بها نوصل لده؟ أنا كنت المسؤول عنها، وأنا جبت 70 خبير وقعدنا سنة ونص عشان نضع هذه الاستراتيجية، وهي مقسمة إلى 5 أسس. الأول هو الإتاحة والجودة وعدم التمييز، وفي كل واحدة من دولت ودي أسهلهم. الثاني هي إدارة العملية التعليمية والتوجه نحو اللامركزية. الثالثة هي الرقمية. الرقمية مفروض أن أنا بتكلم على أن يكون وجدان التلميذ ووجدان الأستاذ ووجدان الناظر رقمي، والتعامل يتم بهذا الشكل، فالاختبار يبقى نتيجة طبيعية أنه يكون رقمي. أربعة والأهم هي صناعة الشخصية. الشخصية القابلة للتعدد، التي تستطيع العمل كفريق، التي تحترم تاريخ بلادها، المؤمنة بحاضرها، اللي عندها أمل في مستقبلها، اللي بتنمي مهاراتها، اللي بتتكلم أكثر من لغة. وأخرها القدرة التنافسية، لأنك أنت خريجك ما بيخرجش ينافس زملائه، ده بينافس العالم. المنطقة وينافس العالم. وعايز أقولك أن خلال 10 سنوات القادمة سوق العمل الرئيسي هيبقى أوروبا. فأنا بنافس عشان أروح أوروبا. الخمس حاجات اللي أنا ذكرتهم دي كل واحدة فيهم لها أهداف رئيسية وأهداف فرعية وأسلوب القياس ومشاريع وموازنة، ومين المسؤول والزمن شكله إيه. كان نفسي ان البرلمان والاعلام يبقى حاطط ده قدامه وبيحاسب الحكومه ويحاسب نفسه عليه. هو احنا وصلنا لايه من الكلام ده؟ العمل العام اللي حضرتك تقدمت فيه في مواقع او تقلدت فيه مواقع مختلفه،
لكن ما بقى طول الوقت وعلى طول الخط هو المؤسسات اللي حضرتك أسستها وبتشرف عليها لحد دلوقتي. يا أكتر حاجة قريبة لقلبك وحضرتك راضي عن ما تقدمه للمجتمع بيها؟ أنا اشتغلت بوليسي يعني صانع السياسات وفي البرلمان، وصانع السياسات بينظر إلى الصورة كاملة. لكن لما تركت هذا المكان قررت ان انا اشتغل على اللي بيسموه المايكرو ليفل، يعني اللي انت بتقوله يا عم اعمله بالظبط حتى لو كان نقطه في بحر. ده اللي لفت نظري جدا وانا بقرا عن حضرتك، انه كل اللي حضرتك ناديت بيه على مدار مسيرتك الطويله العظيمه ما حاصل على الارض في مؤسسات مجتمع مدى. عندي مؤسسه قريبه الى قلبي وهي مؤسسه التكاتف، وإحنا بناخد المدارس الحكومية المهلهلة المدمرة ونرجعها مدرسة يعني زي أكنها قطاع خاص هيلة، وندرب المدرسين والنظار ونعمل تأمين صحي للأطفال. اتنين، مؤسسة التعليم أولا دي منوط شغلتها أو الهدف منها هو تدريب المدرسين والنظار، وإحنا الحمد لله مدربين لحد دلوقتي 22 ألف واحد برضو بدون تكلفة على الدولة. وإحنا اخترنا قطاع واحد من التعليم هي المدارس الحكومية للغات اللي هي بتخاطب الطبقة المتوسطة. أنا في تكاتف بخاطب الطبقة الأقل من المتوسطة، لكن في التعليم أولاً طبقة متوسطة اللي هي بتقدر تدفع 4-5 آلاف جنيه في السنة لابنها وبنتها. الجمعية التالتة في العام العام هي جمعية الحالمونة بالغد اللي أنا بدأتها وأنا أستاذ صغير في الكلية بأسرة اسمها أسرة أحفاد الفراعنة. أنا لحد دلوقتي بكتب كل أسبوع في المصري اليوم مقال عن حواراتي مع الحالمونة بالغد. عندي طبعا مؤسسة مهمة جدا هي المجلس الوطني للتنافسية وجمعية نشر ثقافتي والمعرفة، لأن ده شغفي هي الثقافة والمعرفة، ومن غير السياسي من غير عمق ثقافي ملوش قيمة. أنا خلاص حفظت تعليم والثقافة والشباب طبعا أنا حضرتك هنا في شركة تأمين صحي خاصة انشئت سنة 89 ودي أول شركة تأمين صحي مصرية. وانشأت الشركة دي عشان أخلق الطرف الثالث اللي يقدر يسد اللي يقدر ياخد مني قدر قليل من الأموال وينفق على المريض في المستشفى. في وراها فلسفة. دكتور حسين، وإحنا في مكتبك هنا مش قادرة أشيل عيني من الصور، فلازم أسألك عن الحياة الشخصية في وسط كل المسؤوليات والعمل العام، كان ليها دور شكله إيه؟ أنا شايفة مبهج بصراحة. لأن يعني أنا زي ما قلت لك أنا رجل متفائل مبتسم وبشوف الناس أحسن ما فيها، فأنا أسرتي أحسن ما فيها، سواء ابني ناجح الحمد لله وبنتي وزوجتي وأحفادي بقى، عندي 3 حفيدات يعني يملأوا الحياة بهجة ورضا بالنفس. صور عظيمة. ختاما عندنا سؤال تقليدي كده في شغل عالي، إنه بنقول حضرتك مجموعة من الكلمات، ويعني حضرتك قول لنا كلمة قصاد كل كلمة من اللي احنا بنشاركك بيه. وقع كلمة التعلم على دكتور حسين بدراوي. الحياة طول الحياة تعلم يستمر، اللي يتوقف عن التعلم توقف عن الحياة. المدرس يجب أن يكون الهدف الرئيسي للدولة. العيلة هنقول الخلية الرئيسية لبناء مجتمع سوي. أصدقائك من عيلتك أصدقاء باقين إلى الأبد. الحب، هقولك حاجات كتير بقى عن الحب. اللي ما يعرفش يحب ميت، والحب بكل أنواعه. مشاعر الحب هي التي تجعلنا إنسانيين نقدر نكمل. الشغف، انت هتلاحظي ان انا انا شايفاه عليه حضرتك. يعني الشغف هو الطاقه اللي تجعل موتور الحياه يتقدم ويجعل توجهاتنا لها معنى.
أنا شغوف بالحياة وشغوف بالفن وشغوف بالتعليم وشغوف بالتواصل مع الناس وشغوف ببلدي بغض النظر أنا فين. ده حقيقي، لأنه مهما اختلفت المواقع حضرتك بتكمل بتكمل في رسالتك. الشباب أمل هذه الأمة الوقت. الوقت لا ما اليوم مع حضرتك لازم يسأل عن الوقت. ناس كتير تعمل ده كله انت. ناس كتير بتسألني السؤال ده، هو انت بتقدر تعمل الكلام ده كله ازاي؟ عندك وقت؟ قولهم اللي يقول ما عنديش وقت كاذب. كلنا عندنا وقت، كلنا عندنا وقت نقرا، وكلنا عندنا وقت نتحاور، وكلنا عندنا وقت نتعلم، وكلنا عندنا كلنا. فالوقت نسبي، انت بتستخدميه ازاي يرجع اليكي. والوقت علمي بقى. لسه كاتب مقال قريب لنفسي عن الزمن. احنا زمان كنا بنتكلم يعني عبال ما البشرية عرفت السنين والشهور والأيام والساعات والدقايق والثواني، وقفت عند الثانية. لا ده في تحت الثانية بقى تفاصيل تفاصيل. فالزمن بعبقرية أينشتاين لما قال لك الزمن نسبي، وإن إذا وصلت لسرعة الضوء تنعدم المادة، معناها إن الزمن كمان ممكن يختفي. فالزمن لكل إنسان له شكل، يعتمد هو عايز يستخدمه إزاي وفين. أنا بشكرك، أنا خدت درس خصوصي النهاردة. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، لأنك واحد من الناس مش بس بيعملوا شغل عالي بمصطلحنا، لكن كمان بيعملوا تأثير حقيقي. بشكرك. أنا بشكرك وبشكر الطقم اللي بيشتغل معاكي، لأن زي ما قلت في الأول أنا أحسست بالإحتراف في إعدادهم لهذا اللقاء. شكرا شكرا شكرا. ميرسي يا شباب، شكرا لكم. المدرس، هيفضل المدرس هي الشخصية الأعظم والأهم والأكثر تأثيراً في حياة أي واحد فينا. هيبقى نصيبك عظيم جداً من الدنيا لو ربنا بعت لك في رحلة التعليم المبكر بتاعتك، خصوصاً يعني في الابتدائي، مدرس متميز ومؤثر. لكن هو الحقيقة بصراحة يعني المدرس عشان يوصل لأنه يبقى شخص مؤثر وفارق في حياتنا بنفضل نفتكره، يعني في ناس عندهم 70-80 سنة وفاكر اسم المدرس بتاعه تحديداً في ابتدائي. هو علشان يبقى الشخصية دي بيدفع تمن غالي قوي، وغالباً بيخبي عليك مصاعب شخصية كتير. عشان كده دلوقتي هشاركك بأشهر 10 حاجات بيخبيها عليك المدرس عشان مصلحتك. لما المدرس يقول لك هنبدأ كده من أول السنة، يدخل الفصل ياخد وش الجدية ويقول لك أنا ما عنديش هزار. عارفين الشخطة بتاعت أول السنة دي؟ حد فاكرها؟ الشخطة دي بتبقى وراها إنه هو أصلاً داخل وفي دماغه 100 سؤال عن الدفعة دي، هيتعبوني ولا لأ؟ يا ترى مين اللي هيطلع عيني فيهم؟ يا ترى هيحصل إيه طول السنة؟ فهو عنده حاجات كتيرة جداً بتدور في دماغه، فهو بيخبي الوش اللطيف في أول السنة عشان ما يسمحش لأي هزار فعلاً يحصل. هيقول لك مش هناخد وقت في الشرح المرة دي. الحقيقة عكس كده خالص، غالباً ياما حصص خلصت وإحنا ما كناش هناخد وقت في الشرح المرة دي. هي ليها دعوة أكيد قدرته على الشرح، ليها دعوة برضو بالطلبة الموجودين في الفصل، بالزحمة اللي أصلاً ملوش ذنب فيها. ثالثاً هيقول لفصله العزيز أنتوا نموذج لأي فصل. الحقيقة أن الجملة دي بتتقال لمعظم الفصول، وهو بصراحة بيخبي عليكم الحكاية دي، بس هو بيقولها لهم علشان يشجعهم على الإنجاز، وهي دي مسؤوليته أنه يحسس الناس أو الطلبة بتوع أنهم جامدين جداً. المدرس هيقول لك ركز معايا عشان دي الخلاصه. وفي حقيقة الجمله دي لما بتتقال مش دقيقه قوي، لانه الجمله نفسها اتغير مفهومها، مفيش حد بقى عنده الخلاصه، طرق التعلم اتغيرت، طرق الامتحانات اصلا اتغيرت عن زمان، فالخلاصه ان مفيش خلاصه. يعني اشهر جمله في امتحان الشهر 5 دقائق ولم الورق، دي مدرس بيقولها للطلبة غالباً في نص وقت الامتحان عشان يبتدي يوترك انجز، عشان ما يسرحش حد في يعني في دماغ اللي جنبه وهو لسه ما خلصش الامتحان. المدرس دايماً بيقول الامتحان في مستوى الطالب المتوسط. أول ما تسمع الجملة دي تعرف إنك في أزمة حقيقية،
لان طول عمرنا بندور على الطالب المتوسط اللي الامتحان دايما في مستواه بس احنا مش عارفين نوصل له. هيقول احنا متاخرين في المنهج، والحقيقه انه بيحملك مسؤوليه التاخير وانت اصلا مالكش ذنب. انا مش المنهج ولا الوزاره، انا طالب قاعد قدامك على الكرسي، هو في الاغلب مش عايز منهدى، احنا متاخرين ومستعجلين وخلينا ننجز. بعض المدرسين بيقولوا الامتحان مش هيخرج من الحته دي، والجمله دي كمان كانت جمله قديمه، واذا كانت نفعت فهي مستحيل تضمنها النهارده، لان مفيش مدرس بيعرف الامتحان ولا هيعرف الامتحان هيجي في ايه تحديدا، هو بيقول لك كده بس عشان يقول لك انه جامد. كذبه الطفوله العتيقه والمشهوره جدا، حصه الالعاب، مين كان بياخد حصه الالعاب في مدرسته؟ مش انا. انا حصه الالعاب بتاعتنا كنا بننزل نتمشى كده مع بعض بس. حصة الألعاب كانت حلم كبير لأجيال كاملة اتحرمت منها، يا إما لدواعي تنظيف الحوش أحياناً عشان نعلم الطلبة المسؤولية، أو إننا لدواعي إن مفيش حوش أساساً فمفيش حصة ألعاب، أو لأنهم بيعتبروا إن حصة الألعاب دي حصة التواصل الاجتماعي فالناس لذيذ تقعد تتعرف على بعض. المدرس هيقول اللي اتكلم واللي جنبه هيطلعوا بره. مين فينا ما طلعش بره وهو كان ما عملش حاجة؟ يعني هو اللي جنبه، اللي جنبه اللي كان بيعمل كل البلاوي والمصايب، لكن المدرس ما عندوش وقت انه يحقق مين اللي عمل المصيبه دي. اي دوشه جايه من الناحيه دي، الناحيه دي هيتعاقب، اطلع بره من سكات. بعد دقايق هنرجع نتكلم كمان عن تحديات مهنه المدرس، لانه وان كان بيخبي علينا حاجات فالحاجات اللي احنا شايفينها وحاسين بيها ان المهنه دي مليانه تحديات. مهنة التدريس زي ما اتفقنا واحدة من أصعب المهن وأهم المهن، وإذا كان في حاجة تستحق الاحترام فهي مش بس المجهودات اللي بنشوفها لكن المجهودات اللي ما بنشوفهاش. تحديات المدرس أولاً تبدأ من قدرات الطالب اللي هو مش مسؤول عنها. ولادنا والطلاب كلهم مختلفين، إحنا مش شبه بعض. المدرس مطلوب منه يوصل لشخصية ودماغ كل طالب علشان يقدر يفهمه الدرس. انت متخيل يعني ايه يبقى قدامك 50 واحد محتاج تكلمهم ب50 سرعة وطريقة عشان ده اختلاف قدرات. التحدي التاني ان المدرس مش بس مدرس، هو في الحقيقة مطلوب منه انه يبقى مدرس وصديق واخصائي اجتماعي احيانا، وانه يبقى قريب من كل الطلبة عشان يحبوه. واعتقد انه اكتر مدرسين احنا فاكرينهم من واحنا صغيرين كانوا المدرسين اللي عملوا الشكل ده من التعليم. المدرس طول الوقت عنده تحدي اسمه ان الوقت ضيق، المنهج كبير، واحيانا كده بيبقى فيه الاجازات كتير، واحنا عندنا الحكايه دي مشهوره جدا. فانجاز المنهج من غير ما يكروت واحده من تحديات المدرس اللي احيانا ما بيلاقيش ليها حل. اللي احنا ما نعرفوش ان المدرس يومه ما بيخلصش ابدا الساعة 2 الظهر زي ما احنا بنروح، أو 3 أو 4. المدرس مش بس مسؤول عن التعليم لكن كمان مسؤول عن التقييم، فهو عنده شوية أعمال ورقية كده تخص أنه يشرح الدرس وأنه يجهز الدرس ويحضر الدرس ويكتب تقارير عن الطلبة بعد انتهاء اليوم الدراسي. واحدة من التحديات المشهورة جداً في مهنة التدريس واللي بدأت بعد كوفيد-19 تحديداً هو التطور الرقمي، لأنه بلدنا بتتغير وبتتحول للرقمنة، حتى طرق التعليم اتغيرت، فالمدرس القديم بطريقته القديمة مهما كان شاطر هو محتاج يطور من نفسه ويتعلم طرق جديدة هو كمان. المدرس اللي بيغضب، الغضب واحدة من تحديات المدرس، لأنه في بعض الأحيان عنده تحدي أنه يتمالك نفسه قدام استفزاز طالب أو رد مش مظبوط أو طريقة مش مناسبة ليه. هو في النهاية إنسان يقدر يمسك غضبه، ده تحدي حقيقي. حتى فاكر العقاب بتاع زمان؟ تعاقبه في المدرسة؟ كان ايه؟ قولولي. لا يا راجل. التأديب ايه؟ ازاي ايه كمان؟ ايوه دي فاكراها دي. فاكرين دي؟ كرة المسطرة اللي بين الصوابع دي؟ طب احب اقول لكم بس واطمنكم انه في الطرق الحديثة للتربية والتعليم لازم يبقى فيه بالمناسبة ثواب وعقاب، لكن أي عقاب بدني مش مقبول أبدا. لكن واحدة من التحديات أنه هو مطلوب منه عقاب، والطرق القديمة اللي كانت زمان حتى مش متاحة للمدرس.
هو الصراحة دلوقتي برضو بقى في عقاب مش أحسن حاجة للأطفال في المدارس. بقى المدرسين انتوا هتعملوا دوشه للولاد، هتعملوا دوشه، طب مش هشرح الدرس النهارده. ما اعتقدش ان هما كده اتعاقبوا يعني. فاهمه قصدك، هو كده بيعاقب الاهالي غالبا، او بيعاقب ان هو بيحرمه من حاجه مهمه. انا متفقه معاكي، في طرق من العقاب مش مقبوله، لكن هو التحدي فعلا انه يلاقي طريقه للعقاب تخلي الشخص يبطل يعمل الحاجه دي. التحدي التامن هو الضغط المادي. بعضنا كده وخصوصا اللي بيروحوا دروس خصوصيه بيقعد يعد للمدرس، فيقول 2 4 6 8 في 200 بكام؟ 1600 يعني، نقعد نحسب له كده في الساعه كام. ولانه مش كل المدرسين بيعملوا كده، ولا كل المدرسين يحبوا انهم يلجأوا للدروس الخصوصيه، فهو في ضغط مادي حقيقي لو مش بيفضل الطريقه دي، والطريقه دي ما بقتش اصلا متاحه دلوقتي في طرق التعلم الجديده، فهو شخص مضغوط ماديا ومطلوب منه يقدم افضل نتائج بأقل الإمكانيات. التواصل مع الآباء. أنت متخيل أن المدرس أحياناً عشان يحل مشكلة طالب هو محتاج يتواصل مع أهله، ما هو لازم أشوف مين اللي طلع لي الكائن ده، فعشان يقول له حاجة عن مستوى ابنه التعليمي أو الاجتماعي أو النفسي، بس هو عشان يوصل للأهل، يا الأهل اللي مركزين أو مش مركزين دي حاجة صعبة. وأحياناً العكس، ضغط الأهل وطلباتهم الكتير بيتعب المدرس. التحدي العاشر هو التعليم عن بعد. برضو في الثلاث سنين اللي فاتوا شكل التعليم اتغير، فالمدرس بقى مطلوب منه يوصل لنفس النتائج ويعلم الطلبة نفس مستوى التعليم، وهو مش شايفهم ومش حاضر معاهم. وواحدة من طرق التواصل المهمة جدا وطرق التعلم إني أبقى شايفهم. فالتعليم عن بعد تحدي حقيقي للمدرسين، زي ما خليهم يطلعوا طرق مبتكرة للتعليم، زي ما تعبهم جدا وسبب لهم عبء زيادة عن أعباء تانية كتير. لازم نكرر كل التحية لكل المدرسين والمؤثرين والملهمين في حياتنا، وناخد نفسنا شوية ونرجع نكمل شغل عالي. عمر البربري، مؤسس شركة OBM Education، مدير التطوير الوظيفي لشركة لوير، مدير العمليات بشركة بيزنكس، مدير التطوير الوظيفي ما قبل الجامعة ببرنامج مجلس السكان، خبرة طويلة في مجال تنمية مهارات الشباب. أستاذ عمر، أولاً منورنا في شغل عالي. نورك نورك يا فندم، شكرا. وثانيا واحنا بنتكلم عن التعليم، ما ينفعش نغفل انه مستقبل التعلم هو هيكون من خلال تطبيقات ومنصات وطرق جديده للتعلم. عشان كده احنا سعداء بتجربتك في OBM Education. انا سعيد يا فندم، انا سعيد. واحكي لنا عن التفاصيل، ليه كنت شايف انه في احتياج حقيقي لمنصه جديده تخدم طلبة الهاي سكول؟ انت قلت لنا الهاي سكول ستودنتس، يعني وكمان ثانوي. ثانوي واعدادي كمان مؤخرا. بنشتغل مع طلاب مرحلة الاعدادية. طيب. اهلا بحضرتك طبعا، وميرسي قوي يا فندم الاستضافة. احنا في OBM بنشتغل من 2013، من وقت ما احنا كنا لسه طلاب في الجامعة. كنا بنشتغل على انها مبادره ان احنا نقول للطلاب ما تكرروش غلطتنا. يعني ايه بالظبط كده؟ مجنتنا قوي واحنا صغيرين. يعني ايه غلطتنا؟ يعني ان النهارده ذاكر كويس قوي ايه الجامعه اللي انت داخلها. اي نعم في تنسيق، بس في الاول والاخر انت وانت بتختار التنسيق الطالب بيجي له تشوك مره واحده. ان هو بيتصدم، انا طب انا جبت 80 خلاص بقى اي جامعه تقابلني. في الاول والاخر هو لازم يقرا الجامعات دي او الكليات دي ايه اللي جواها. ايه اللي جواها؟ فبدانا من 2013 ان احنا نعمل مبادره عن طريق مؤتمر بنعمله بعد ما الطلاب بيخلصوا الثانويه العامه، اسمه مؤتمر ابن مستقبلك. وبدانا واحده واحده مع الطلاب ان هم يعني بدانا ب 700 طالب. يعني هي كانها استشارات قبل دخول الجامعه؟ دي كانت خلينا نقول بنسميها الكواليتي جايدنس والكارير جايدنس، اللي هو الاستشارات المتعلقه بالدخول للجامعه والاستشارات المتعلقه بالكارير بشكل عام. حلو. لان النهارده العالم كله دلوقتي بدا ان احنا اتصدمنا احنا كمصريين فجاه في وقت الكورونا، ايه ده في تكنولوجي، ده لازم نستعمل التكنولوجي، ده لازم نشتغل مع التكنولوجي، فبالتالي لازم نتعلم التكنولوجي. بالظبط كده.
وده اللي بيغفل عنه كتير قوي من الناس. والناس مش لازم بقى الناس دي يكون اللي بيغفلوا عن كده متعلمين او غير متعلمين. وفي الاخر الناس كتير قوي بتغفل عن ده، ان هو فكره انا لازم ادخل ابني او بنتي كليه قمه وطب وهندسه. لو الناس بتقرا الريبورتس او بتقعد تشوف تعمل ريسيرش، بس ريسيرش بسيط جدا على جوجل، كام واحد بيتخرج من هندسه، كام واحد بيتخرج من طب، كتير قوي، والوظائف اللي بيقابلوها قد ايه بالظبط. وفي بحث بالعكس بقى، ايه الوظائف المطلوبه اكتر بالظبط، هنلاقيها مش هي الوظائف خالص اللي احنا بنذاكرها يعني بالجامعة. من التوب 10 مفيش اي حاجه ريليتد بالطب الا والهندسه، غير اللي هي حاجات الكمبيوتر ساينس اللي هي بقى جوه الكمبيوتر ساينس، الاي اي والديفلوبمنت والكلام ده كله. لا، وفي مرتبط بالطب التمريض، مطلوب جدا عالميا، وكمان التكنولوجي في القصه دي. دي لان طبعا الطلاب لما بياخدوا الكريكولم بياخدوه اكاديمي بحت، اللي هو امتحان وكده، مش يعني حتى التكنولوجي ما كانتش داخله قوي مؤخرا قبل 2019 في موضوع الجامعات والكليات. مع ظهور طبعا الجامعات اللي دخلت مصر، الدوليه اللي جت مصر هنا، والجامعات كمان الاهليه، المبادره اللي قامت بيها الحكومه في الجامعات الاهليه، بدا يظهر، وخصوصا كمان جامعه من الجامعات الاهليه ومشهور عنها جدا التقدم في التكنولوجي في الطب، هي جامعه الجلاله على سبيل المثال. جامعة الجلالة عندها من أميز كليات الطب الموجودة في مصر، وعندها الروبوتس موجودين ومشهورة بيه جدا برا مصر موضوع الروبوت ده. وفي الأول والآخر ده اللي يهمنا، إن احنا عادي. أنا أسفة أني بقاطعك، بس مثلا معلومة زي دي لو عند طالب فهتساعده إنه طيب روح اختار الجامعة دي، لأن بعد ما تتخرج منها هتلاقي فرص شغل. بالظبط، هو ده هو ده الدور بقى اللي احنا بنقوم بيه. ده دور حلو قوي، هو ده الدور اللي احنا بنقوم بيه. ده دور غير دور بابا وماما خالص. يعني لأنه بابا وماما بيقولوا لنا فعلا الحاجات اللي على ذوقهم، وأعتقد بالزبط. احنا محتاجين نسمع ايه. طب غششني كده، يعني لو واحد متخرج النهارده من الجامعة جايب مجموع كويس ينفع يدخله أي جامعة، ايه المؤشر التاني اللي انت بتنصحه بقى على اساسه يختار؟ وعشان كده احنا في او بي ام على سبيل المثال بنعمل الموضوع ده عن طريق البروجرامز اللي بنعملها جوه المدارس، وكمان بنعملها على الاونلاين بلاتفورم. ومؤخرا بنطلق طالب اب لكل انواع الطلاب، ان هو يقدر جوه طالب اب ده يعمل اسسمنت علمي، يقول له انا الهوبي اللي عندي عامله ازاي، الموهبه بتاعتي رايحه فين. ويبدا يقول له في الاخر الدايمنشنز بقى اللي انت رايحها. الدايمنشنز دي بتوديك على مثلا اندستري الميديكال، تمام، وكام اندستري جنب الميديكال قريبين للحته اللي ليها علاقه بالمواد بتاعه العلوم او الكلام ده كله. فيبدا الطالب يعلي السكيل ده لو هو لسه ما اتخرجش من الثانويه العامه. اما لو خد الثانويه العامه وخلاص جاب مجموع كويس، لازم يبدا يشوف اول حاجه الريبورت السنوي اللي بيحصل من هارفارد مثلا على سبيل المثال، وموجود هنا كمان في مصر في ريبورتات كتيره جدا بتنشر عن ناس يعني علماء ودكاتره عن ان هو يا جماعه الفيوتشر اوف جوبس رايح على فين. يعني كل سنه في شهر 6 تقريبا بيبقى في الفيوتشر جوبس ريبورت، لازم الطالب يشوف ده ويماتش ده بقى مع يعني الطالب اللي بيبقى جايب مجموعه كويس، بيبقى ده بالنسبه له ده حظه اكبر ان هو يبدا يختار في different options بالنسبه له. الاختيارات متاحه اكتر بالظبط، فيقدر من خلال ده ان هو يقرا بقى طب ايه الحته الريليتد اللي انا هعرف اعملها هنا، وايه الحاجه اللي فيها future jobs. لان زي ما قلت لحضرتك في الاول، ده بيؤدي ان احنا عندنا مثلا 20,000 طالب، ده على سبيل المثال، بيتخرجوا مثلا من طب اسنان والوظائف بس اللي موجوده 2000. فالنهارده الباقي الطلبه دول بيبداوا ان هم يروحوا للكارير شيفتنج، فيبدا الطالب يبدا يفوق في 27-26 سنه. الموضوع ده بيكون للطلبه كتير جدا، بيبدا بقى الطلاب، في طلاب بتبدا ان هي تروح تسلك بقى مسلك اخر، حاجات بسيطه جدا كان ممكن يدرسها جنب الجامعه او كان ممكن يدخلها من البدايه. عايز اسالك سؤال واعتقد انه غريب على ثقافتنا شويه بس لازم يتسال، هل بعد ما اديت استشاره مثلا لطالب ما حصلت معاكوا انه قرر ما يدخلش جامعه اصلا لكن يتعلم مهارات ثانيه، او هل ده مسلك مرحب بيه عالميا؟ يعني انا مش لازم لو ما عنديش فرصه مثلا غير اني ادرس في الجامعه الفلانيه المتاحه من مكتب التنسيق، هل ممكن ناس تاخد قرارات جريئه وتقول لا انا هتعلم في جوجل اكاديمي، انا هتعلم في حاجه تانية خالص بعيده، ولا دي لسه بدري علينا؟ لا مش لسه بدري خالص، وخصوصا دي بدات ان هي تلمع في عيون الناس في 2019 لما خلاص الناس بقت الناس زمان كانت بتستصعب الاونلاين ليرنينج، اللي هو انا هشتغل هدرس عن بعد، فجامعه بره او جامعه اونلاين او الكلام ده كله، فازاي وبتاع والكلام ده كله، بدا الاهالي بقى يبداوا يقتنعوا بالكونسبت ده.
فبدا الولاد يبقى عندهم حريه شويه، ودي بصراحه شديده ان هم يختاروا الاختيارات دي. في طلبه كتيره جدا على فكره مش بتكمل، ويبداوا ان هم يبداوا ياخدوا كورسز معينه ويبداوا يعلوا السكيل، لان النهارده المنتشر في الكوميونيتيز بتاعه الطلاب بشكل عام اللي احنا بنتكلم عليهم، سواء مثلا من اول تاني اعداد الصغيرين لحد ثالثه ثانوي اللي هو في الانترناشونال جريد 8 لحد 12، الولاد دول بدا عندهم ثقافه جديده اللي هو انا الشغل مش هيبقى محتاج مني سيرتيفيكت، هيبقى محتاج مني جريد، ده المصطلح اللي طالع جديد او ترند ما بين الولاد بقالهم من 2019، احنا داخلين اهو في 3 4 سنين في الموضوع ده. هو ده بقى اللي محدش قاله لنا واحنا صغيرين، مش كده؟ دي الحقيقه. احنا اتضحك علينا، خدنا شهادات بس. بس فالجزئيه دي من الجزئيات المهمه جدا، ودي بدات فعلا تلمع في عيون كتير من الاهالي اولياء الامور وكمان من الطلاب، وخصوصا كمان بقى في طلاب بقى يقول لك لا انا طب ما هوفر الفلوس لو اروح ادفعها في جامعه خاصه، فهبدا ان انا اعلي بيها مهاره عندي، او اعلي انا مثلا من طبعي ان انا حد ببدا من البدايه از جرافيك ديزاينر مثلا وهو صغير الجرافيك ديزاين مفتوح للناس كلها ان هو يتعلموه، لو هو بيتعلمه من اولى ثانوي، واحنا عندنا شباب في او بي ام شغالين معانا كده، يقول لك طب انا خلاص هتعلم في اول سنه اللي هي بعد الجامعه اللي هي بيسموها الفجوه، سنه الفجوه اللي هو من ثالثه ثانوي للجامعه، في ناس بتقعد ما بتروحش تقدم، يجي يقول لك طب انا هتعلم حاجه وبعد كده انا انت هتعلي مرتبي او هروح اقدم في شغلانه ثانيه، وده بالفعل فعلا وخصوصا ده منتشر جدا في الستارت ابس او اللي هي الشركات الناشئه الموجوده في مصر في المجتمع المصري بشكل عام، هي ان احنا لما بنيجي نختار حد نختاره بناء على كتير من الناس اللي بنختارهم بناء على السكيل، تعرف تعمل ايه؟ يعني انا ازعم ان انا شخصيا مثلا في على مدار السنين في الشغل في ناس ما اعرفش شهادتها ايه، لكن اكيد اعرف مهاراتها ايه. بالظبط. عايز اسالك بقى، الخدمه الحلوه دي الى اي مدى قادره توصل لكل قطاعات الناس؟ وهل الطالب اللي عنده حظ انه في مدرسه لغات او انترناشونال هو اللي قادر يوصل ليكم وانتم توصلوا ليه، ولا قادرين توصلوا لقطاع كبير من الناس عشان تديله النصيحه دي بدري؟ بالظبط. احنا في 2013 اشتغلنا لما مبادره اشتغلنا على بتوع الناشونال، طلاب المدارس الحكوميه، وكملنا في ده لحد النهارده، فاحنا بادئين اصلا مع الناشونال، ولان الناشونال عدد رقم كبير جدا، 2 مليون وشويه طلاب في المرحله الثانويه كتير، وبعدين النهارده انت عشان تقدر انك تخدم كل الطلاب دي بنبذل مجهود كبير جدا، وده عن طريق احنا عندنا نتورك في امباسدور زي كده، السفراء بتوعنا بتوع الشركه، شبكه سفراء، الطلاب دول بيبقوا في المدارس، والمدارس دي بتبقى في ادارات تعليميه معينه على مختلف المحافظات، عشان نقدر ان احنا نفيد اكبر شريحه موجوده. الطالب بتاع المدارس اللغات او المدارس الدوليه بشكل عام، بعض المدارس دلوقتي مؤخرا بدات تقوم بالخدمه دي اللي هي خدمه الكارير جايدنس والكوليدج جايدنس، اللي هو الارشاد الوظيفي والارشاد للكليه، بدات بالفعل المدارس تطبق ده، وبدات تستعمل التولز بتاعتنا ان هي الادوات، تعالوا انتوا اعملوا ده عندنا، فالمدارس اللغات او الدوليه بداوا ان هم يقولوا لنا لا تعالوا انتوا نفذوا ده عندنا. اما المدارس الحكوميه بدانا بنشتغل معاهم زي ما قلت لحضرتك من 2013، مؤخرا بدانا ناخد مشاريع مع شركات دولية نبدأ نطبقها هنا، مشاريع عن مثلا منصات تعليمية لتعليم الأولاد الحاجات اللي هي الفيوتشر سكيلز والكلام ده كله، بحيث ان احنا نقدر من ده نفيد شريحة أكبر من الأولاد. احنا السنة فاتت وصلنا 148 ألف طالب مستفيد ما بين أولى وتانية وتالتة ثانوي. لو جالك حد أكبر بتعمل إيه؟ لو جالي حد اكبر ببدا ان انا اشتغل معاه واحده واحده، وفي منصات تانية احنا بنقوم بالتعاون معاها من الشركات الناشئه الموجوده ان احنا نسلمهم بقى، الطالب ده بيطلع من هنا يفضل مكمل في هنا، وبعد كده بتلاقي برضو في يعني دي الحمد لله في المنظومه البيئيه بتاعه الشركات الناشئه بصراحه، انا اعتقد ان احنا بنسلم بعض بالذات في مجال التعليم، بنسلم بعض، ودي حاجه مهمه جدا. النهارده بدات تظهر شركات بتعلم الطلاب من لسه من سن ابتدائي الحاجات التكنولوجيز بالذات الحاجات التكنولوجيه والكلام ده كله بجانب دراسته. احنا ما ينفعش نتنازل، وده اللي احنا بنقوله دايما، ما ينفعش نتنازل عن المحتوى التعليمي اللي الطالب لازم يتاسس بيه. طبعا التعليم الاساسي ده مهم جدا، ولكن بجانب التعليم هو اللي احنا بنقوم بيه احنا وبعض الشركات اللي هي التعليم الموازي. الطالب لما بيروح انا ماليش دعوه، الطالب وهو في المدرسه لازم يتاسس، لكن بعد ما يطلع من المدرسه لازم انا افضل مكمل معاه، علشان ما يبداش ان هو يروح للبلاتفورمز الثانيه، او يبدا ان هو دماغه تشتت في حاجات كتير قوي، او على الاقل او عشان ما يتاخرش. بالظبط. او عشان يلحق بدري. بالكلام العظيم عن الاحلام اللي اتحققت، ايه احلامك للي جاي؟ يعني انت شايف
انه ازاي ممكن التعلم بشكل عام او مهنه التعليم المشتغلين في التعليم ازاي ممكن هم كمان، انا بسالك على الجانب الاخر بقى مش بجانب الطالب يعني المدرس، ازاي هو ممكن كمان يتواكب يساعد يكون جزء داعم لمنظومه تطوير المهارات. خلينا نقول على حاجه، في 2019 من بعد ما الكورونا دخلت والكلام ده كله، عايز اقول لحضرتك في مدرسين كتيره جدا ما تضرروش، سواء المدرسين اللي بيدوا للطلاب المجموعات والكلام ده كله، او حتى يمكن المدارس، عشان المدارس الحكوميه اكتر احنا سمعنا صوت المدارس الحكوميه اكتر علشان الناس ما كانتش عارفه تتعامل مع التابلت او كده، بس في الاول والاخر هو النهارده الناس بقت عارفه تتعامل على ده. والنهارده الطلبه اي نعم منطقي جدا 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 يبقى في بعض من الصعوبات، يعني انا عشان ادرس ما لازم في حاجات كتيره صعبه بتواجهني. يعني انت رايك ايه في الصراخ الفظيع اللي بيحصل مثلا لما بيبقى في مشكله في التابلت في الامتحانات الالكترونيه، رايك في ايه ده؟ الناس دايما بتعلق الموضوع، خلينا نتكلم بصراحه شديده، الناس بتعلق دايما الموضوع على ان الوزاره ومش الوزاره، الموضوع اطلاقا مش الوزاره اطلاقا، هو في الاول والاخر يا جماعه احنا متعلمين وطول عمرنا اتربينا على عادات وتقاليد، ان ده الامتحان هيبقى سهل والامتحان هيبقى في مستوى اي طالب والكلام ده كله، في الاول والاخر هو بيصعبها عليك، مش بيبقى فكره ان هو صعبه از امتحان او از ان هو كوزاره او الكلام ده كله، لكن تشبه اللي انت مطلوب منك بالظبط، لان هو بعد كده انت هتلاقي ده يعني هو النهارده كمان استعمال التكنولوجيز بقى ابسط حاجه النهارده، اي طالب علشان يدخل يعرف يتخرج من الجامعه لازم يبقى سريع جدا على ابسط حاجه اللابتوب او الكمبيوتر، فهو بيعلمك شويه بيزكس، ما انت قاعد ما انت اوريدي بتشتغل على الموبايل بالزبط. يعني انت الطالب لو بصها لنفسه قاعد مع نفسه دقيقه، انا بلعب اوريدي على الموبايل وبلعب بكل الالعاب الالكترونيه وبتفرج على كل المنصات وبعرف اطلع وانزل وكل ده، فما فرقتش في الامتحان بالظبط. انا عايزه اسالك عن معضله الاهالي بصراحه مش معضله الطلبه، مين الاكثر تجاوبا مع التطور من غير ما حد هيزعل ما تخافش الاهالي بيساعدوا ولا الطالب هو اللي بتلاقيه اكتر متجاوب؟ على حسب السن وده مهم قوي، الاهالي اللي ما بين مثلا اللي من الاربعينات فيما فوق موضوع التجاوب معاهم صعب شويه، الاهالي اللي بننزل بالعمر تحت الثلاثينات وبدايه العشرينات اللي هو لسه متجوزين بدري وكده، دول بالنسبه لنا بيبقوا هم خلاص هم فاهمين وقارين وفاهمين ده، هم جزء كمان من هم جزء المنظومه، لان هتلاقي الـ 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 الاب او الام دولت اوريدي بيشتغلوا في حاجه خلاص طبقت فيها حته تك، وهو ده المستقبل اللي هو في الاول والاخر لازم تعرف تتعامل مع ده. زمان واحنا اطفال كنا بنقعد نشوف حاجات واو، اللي هو ازاي الناس هتسافر وتروح وتيجي فضاء وبسرعه والسرعه والحاجات اللي بتجري كتير قوي حوالينا دي، ففي الاول والاخر الناس لازم تواكب ده، واللي مش هيواكب ده مش هيعيش طبعا بس في الاول والاخر هيبقى هيفضل مكان ده حقيقي وهيبقى معزول بشكل ما بالظبط كده. أستاذ عمر أنا مبسوطة جدا جدا بكل الكلام العظيم اللي حضرتك قلته وكل الشغل الأعظم اللي حاصل على الأرض، أنت حقيقي واحد من الناس اللي عاملين على الأرض في مجال التعليم وإرشاد التعليم، شغل عالي، بشكرك. ميرسي أوي يا فندم، شكرا لك. ثانك يو، لو في حاجة ممكن نقول إنها بتفضل معانا من يوم ما نتولد لحد آخر يوم في عمرنا فهي التعلم، عشان كده رحلة الكلام عن التعلم وعلاقته بالشغل هي رحلة ممتعة طول الوقت، لأن مين فينا ما يحبش يتعلم كل يوم حاجة جديدة. أشوفكم على كل خير وتكونوا بتعملوا شغل عالي. مش بالرصاصة بالتعب والتحدي عدي مش وقت المياصة، اعملها بقى وسجلها واكتب عندك في الكراسة، تكسب لو كنت هتلعب بالذكاء وبالفراسة، وساعتها هتبقى بزنس مان وهتمشي وراك حراسة، وهتطلع سلم مجدك درجة درجة
لمشاهدة محتوى لقاءات كاملة وتفاصيل ودردشة عن كل الشغلانات وكلام كتير من كبارات في كل شغلانة وفرص حقيقية لتطوير نفسك ومهاراتك وإيدين ممدودة تساعدك، تابعونا على